شنقول لك اخويا، انت الحاله كتشوفها بعينيك، يعني الدمار اللي كتشوفه في دوار القراره كتشوفه بعينيك. بعد سنتين ديال النضال الحضاري وصلنا لارقى مستوى ديال النضال، عامين تتناضل تطرق المؤسسات، ما خليتي حتى مؤسسه في الدوله اللي ما طرقتيهاش. رغم ذلك تتعرض لواحد الحكم اللي هو جائر، اللي لا ولا اساس له، ما عندهمش فيه حتى شي حاجه ديال الصحه. حكم بين ليلة وعشية كتحكم عليك انك غادي تخرج. تعلمنا البارح مع السبعة العشية، الصباح خاصك تكون خاوي البراكة من الحوايج ديالك. انا خويت لك البراكة، انت طالبتي بالبراكة وخديتيها، انا خويت لك البراكة، انا خرجت للزنقة، اشنو وجدتي لي انت المقابل؟ المقابل اللي وجدتي لي انا ملي خويت لك بالبراكة وجدت اشنو المقابل؟ الزنقة، تشرد، الدراري في الزنقة بايتين، ثلاث ايام ما بايتين الناس في الزنقة. شنو كتسناو منا؟ حنا دا وصلنا لواحد الوقيته اللي دمرنا نفسيا، ما بقاتش عندنا ثقه في حتى شي حاجه، ما بقى لا في مؤسسات لا في دوله لا في حتى شي حاجه. حنا الكرامه ديالتك، ما كنتي باغي تخرج غير بكرامتك، ما خرجتيش بكرامتك. شنو جبتي لينا عين عوده؟ ورا الناس راه ما عندهاش، والناس راه كتفيق مع الخمسه الصباح باش تمشي تخدم الميناج في الوزارات. واش بغيت معاش بغيتي تخرج من عين عوده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادشي اللي غتسالونا دابا، حنا تنوكلوا أمرنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حنا في الزنقة، شوفوا أنتم ما ديروا لنا، الأمر دابا راه بيديكم، شوفوا أنتم اش ديروا لنا، حنا راه ساكنين في الزنقة. واحد الحالة، أول حالة، التشرد. سي المرشد من الساكنه ديال دوار القرعه من ارض التشرد، واحد النصيحه للمغاربه، لا داعي شي واحد لا كان عنده شي حق شي نهار ولا شي بين يضل عليه، راه ما غيعطيهوش لك، راه غير تضيع في الوقت. اللي عنده شي حق وبغاو يديه ليه غيعطيه لهاد الناس. السلطات المغربيه ما تيعطيوش الحق، واخا يكون عندك 100,000 حق. حنا عطينا، عندنا مشروع، عندنا وثائق ديال الكرا، الناس هنا ربعه ديال الاجيال من 1919 والناس هنا، وتيتهزوا من هاد الارض صحه ويمشيو لعين عوده بزز منك. يعني ماشي عطاك لا واحد العرض، ها هو اختي يا ريم قبلتيه، تبارك الله ما قبلتيش، لا لا راه غنجي الريبه عليك في الاخر، وغتمشي تاخذ ديك الاستفاده بلا يزكي لك. هذا هو المغرب، واخا يكون عندك 100,000 حق. حنا عندنا الوثائق ديال الكرا ديال هاد الارض، جدودنا خلصوا الكرا، عندنا مشروع ملكي. شنو الملك؟ مسؤولين تيقولوا لنا المشروع، مسؤولين تيقولوا لنا على المشروع، تيقولوا لنا بانه مشروع فاشل. دابا تصورت الامه ديال لا اله الا الله مشرده، والجواب هو انه مشروع فاشل. شوفوا غاد وليدات المشردين، الله يرحم والديكم، لما ديروا بحسابهم، حسابهم الله يكثر خيركم، ديروا بحسابهم، الله يرحم الوالدين. الله يجازيكم، الا ما حنوا على هاد الناس، الناس مساكن مكرفسين، الله يسهل عليكم. شوف الدراري كي مشتين مساكن ولا اله الا الله، زعما ما داروا معاهم لا حق، ما داروا معاهم حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين، الا ما شافوا ها وجه الدراري، الله ياخذ الحق. دازوا لا في المحكمه لا حتى حاجه، اللي داز في المحكمه راه باقين. ما يخلي دابا الناس بزاف اللي ضايعين، هما الناس كلشي مشردين، هما كلشي الناس كاشين مساكن، ما عاف الجوع مساكن. لا اله الا الله، المراحيض زعما ما كاينينش، تحمل حاجه ما كايناش. تصور معايا امه غتشرد على ود المشروع ديالها، والجواب مشروع فاشل، وصيفطوا للحبس على الاقل غير اللي فشل المشروع ديال دوار القرى، صيفطوا للحبس. شكون ما كان في ملك الله؟ ولكن انتم ما عندكمش هذا الشيء، هذا راه ما كاين مؤسسات لا يديك لا يخليك. التصور ديالي انا كشخص ولد دوار القرعه، جانا في هاد العامين بحال تباطا، ودوار القرعه تباطا مع التقدم ولا جبر رئيسي، ماشي مع الدوله بالمؤسسات، تعاملوا معنا بواحد الروح، ما كاينش ذاك الشيء.
بحال حومه مع حومه. كاع ديك الطرق ديال الخبز داروهم، ما كاينش شي طريقه ديال الخبز ما دخلوهاش في هذا الملف، لا من الكلاب الضاله اللي هنايا، لا من الخوانه، لا واحد الرساله توجهها ردوا لها جابتها واحد الصناره ولقات هنا البصر حتى هو مفوت كاع. هما اللي بيعونا العجل في الدوارات، يعني بلا ابتسام في التشرد ديالك تيبرقك بيك وصل الاوديو بحال ما عادش تنبيعو الزطلا حنا ولا تنصيبو الصوارخ هنا. راه واحد شويه الناس الاجتماع تنجمعو 80 واحد من الساكنه وتنحطو افكار وتنصوتو على الافكار، يعني ما كاينش شي واحد تيملي علينا شنو نديرو. الله يجعل ما مراه كبيره تقول شي فكره تكون مزيانه تينوضو الناس يطبقوها. الله يخلف عليهم داروا معنا زوين، ريبوا علينا الشرده على بيسين اخويا داير. الله يخلف عليهم، الله يخلف على الملك ديالنا راه مهلي فينا مسكين. الله يعلم بالله، الله يخلف على حوايجنا في الزنقه والدينا في الزنقه قسما بالله. الله يخلف. Thank you.